فمعلش انا خرجت بره الاجواء، استاذن الساده المشاهدين واستاذنكم طبعا اللي انا مش هقدر استقبل اللقاء. انت براحتك، وانت ان بقيت على عينه على الراس وان رحلت ورجعت لنا في استوديو ثاني ايضا عينه على الراس ومكانتك عزيزه عندنا جميعا. لا طبعا انا بستاذنكم، ولك كامل الحريه وكامل حق باتخاذ ما تراه مناسبا. شكرا كابتن. شكرا. وراح احاول انا بعد ما ترجع المباراه احاول معك في جلسه خاصه كذا، لكن